باش نهضروا الحقيقه، ما كانش شعبه تربيه ابطال الحلوب ماهيش مبنيه على اي اساس، لا ارقام صحيحه، لا عدد ابقار صحيح، لا انتاج، كميه الغش في البنات، وصراحه نقولها حتى في بعض المربين. دونك ما دام مبني كاين الاستيراد ينافس المنتوج الوطني، مستحيل تقوم لها قائمه هذه الشعبه. لازم توجهوا النداء الاول والمطلب الاول هو ينقصوا علينا، يحبسوا علينا استيراد البودره الموجهه اللي يشتي حليب العنب. حليب العنب والحليب ومشتقاته. الدعم نتاع حليب البودره ب 5% تيبيا هذا ما يدخلش في العقل. كيفاش انا ننافس مربي في مسيله ولا في مناطق جافه ينافس مربي اللي راه في نيوزيلندا وفي اوروبا اللي راه الحشيش باطل. هو يقابل الحليب ب 40 دينار ب 42 دينار تجيبوا فيه، وحنا الانتاج نتاعنا يقابلنا ب 72 دينار، كيفاش تنافسوا؟ وراه الشعارات تاع حمايه المنتوج الوطني، وين الشعارات اللي تحملها الدوله الجديده والحكومه الجديده؟ نحميو المنتوج الوطني، نحميو المربي، نحميو ب 5% تيبيا، والبقره دير عليها 9% تيبيا و 5% جمركه، تسمى الاله اللي تجيب الحليب وتنتج وتخدم الناس، نرفع فيها في التيبيا، والبودره اللي بالماء وتلون تعطوها ب 5 تيبيا، وتفتحوها على مصراعيها. من البنات قالت ما نزيدوش، الحليب راه كاين متوفر غبره ب 40 دينار. يا مربين قالكم بيعونا ب 40 دينار ولا ما نبنيشوش عليكم حليب. السؤال يطرح نفسه، يا ترى احنا اليوم ما نجوش علينا البنات هما يسكروا ولا ما يسكروش؟ ما نظنش، لانه كاين بودره المربي وين يدي حليب؟ باقي يوم ب 70 دينار وهو يبيع طابو فيه يقول يحبوا يشرو علينا ب 40 دينار و 42 دينار و 45 دينار. وين العداله هذه؟ شكون اللي يحمي الانتاج الوطني؟ صح العمله صعبه زايد غير تتهاوى، غدوه كي تخلص اورو تخلص الاحتياط تاع الصرف باش شرو الحليب. عاونوا اليوم على انتاجكم الوطني. حنا راهو هنا في بلادنا مش انفور انفور. دونك لازم قرار، ونطلبوا من رئيس الجمهوريه يتدخل شخصيا ويحبس. حنا نقصدوا ماناش نقصدوا حليب الاكياس المدعم لانه رايح موجه للفئه الاجتماعيه الضعيفه، هذاك ماناش نهضروا عليه، رانا نهضروا على النصف الثاني. الجزائر تستورد 300 طن 300000 طن، نهضروا على الجزء تاع 120. خلونا ننافسوا هذاك 120 ننتجوها هنا في بلادنا 120 طن، ونخلوا حليب الاكياس للمواطن. ما ننافسوش كمرحله اولى. على الاقل كيفاش من البنات تنتج مليون و200 مليون 300 لتر حليب يوميا ماهوش داخل في الديسبوزيتيف تاع جمع الحليب نظام جمع الحليب ولا لتر يجمعها هذاك لوين كيف مثلا الدوله السايبه بودره ومورون بودره وحليب المربي ما يشروهش عليه بحجه انه غالي نعم غالي لانك انت فتحنا تنافس فيه بحليب تاع الاوروبي راكم تخدموا على الاوروبي راكم تشرعوا الاوروبي وما تدعموناش هذا التدعيم الشكلي هذا خلاص يا نمر منه. دونك نقولها بصراحة ما عندنا الشعبة اسمها شعبة الحليب، عندنا بريكولاج وعندنا سياسة وخلاص. شوف المواطن الجزائري راه يشري في المنتوج تاع الفلاح الاوروبي، احنا نحوسوا المواطن الجزائري يشري المنتوج تاع بلاده، اصلاك على الحبيب. لا لا السومة تاع الحليب راه نهبط عليها في 2009، من 2009 هو بلاد بري، ما تبدلش كاع البري، الاعلاف راهي تزيد، الماتريال راهي يزيد. الدنيا كل تقلع يد العامله تزيد بريدك عطيني من 2009 هو يدوز دينار تاعهم ولا 400 تاعهم البقره تزيد 2009 والله في نفس الاسواق البيطره شوف البيطره قلع الاعلاف قلع الاسواق تدوز دينار قاعده في بلاصه يا خويا زيد كيما راه تزيد الاعلاف زيد كيما زاد الماتريال زيد كيما زاد البيطره زيد رانا نعانوا اخويا